أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. وكما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف رجل أو سيدة أعمال، معنا الأستاذ ابتسام من باخمري بايت. أهلا أستاذ ابتسام. يا مرحبا بك. بداية نرحب فيك ونشكرك على الحضور الجميل معنا اليوم. حياكم الله. أهلا وسهلا أستاذ ابتسام، ممكن تحكي لنا كيف كانت بداياتك مع باخمري بايت، وشو أصل تسمية باخمري بايت؟ الفكرة جت وظهرت ووضحت أصلا إني كنت أدور على المنتج هذا الباخمري، دورت عليه فما لقيته، فجتني الفكرة إني أفتح المشروع هذا، ليش لا ما نفتح هذا المشروع، وبديت فيه الفكرة. طيب شو لو حابين نخبر المشاهدين ما هي باخمري؟ باخمري هي ممكن نقول عنها إنها مثل الفطيرة، نوع من أنواع الفطائر، تسمى في اليمن باخمري أو ماخمري أو خمير، وتسمى في مثلا عمان بالمندازي عندهم، يا هي تعتبر كأنها فطيرة، نوع من أنواع الفطائر، جاية أصلها من اليمن، تسمى في اليمن بالباخمري أو الماخمري أو الخمير، وكمان أهل عمان يقولون عنها المندازي، فهي عبارة عن فطيرة، وتم تطويرها عندي في المحل هنا بطريقة حديثة، بحيث أنها صارت مثل الساندويتشز بأنواع مختلفة لإرضاء جميع الأذواق. ما شاء الله. أستاذ ابتسام، ممكن تحكينا شو أنواع المخبوزات اللي بتقدميها، وكيف تميزتي بتقديم هذه المخبوزات؟ نحن عندنا في المحل جزئين، قسمت المحل لجزئين، الجزء التقليدي اليمني الموجود، فعندنا أنواع السمبوسة، أنواع الخمير، الخمير الباخمري نفسه طورناه مثل ما ذكرنا من قبل، وفي بعض الأطعمة اليمنية الموجودة، وفي جزء آخر اللي هو المخبوزات الحديثة مثل الكرواسون والدنش، وعندي السبيشاليتي كوفي، فهذا اللي هو يميز المحل، انه بتلاقي تراديشن وبتلاقي حديث موجود فيه. ما شاء الله. استاذ ابتسام، لو حبينا نحكي عن المستقبل، وين بتشوفي المكان او المخبز عندك بالسنوات القادمه، وشو خططك المستقبليه؟ ان شاء الله طبعا مثل كل حد عنده بزنس ويحب يتطور ويحب يكون عنده أفرع ثانية، ويكون نغطي الدولة بكاملة إن شاء الله. إن شاء الله، أتمنى لكم التوفيق. حياك أستاذ ابتسام، من خلال خبرتك في مجال البزنس، شو نصيحتك لأي إنسان عنده اهتمام إنه يعمل بزنس أو يقدم عمل داخل دولة الإمارات؟ الفكرة إذا وصلت، ولا إذا شخص عنده فكرة إنه يسوي له بزنس، يدرسها صح وبعدين يتوكل على الله وينفذها، لأن من ناحية الدولة ومن ناحية التسهيلات إنك تفتح بزنس، فهذا من أفضل ما يكون صراحة، لأن بتلاقي الدعم، بتلاقي ما في شيء يوقفك عشان تفتح البزنس، بس أنت لازم تدرس مشروعك، ولازم تعرف شو اللي تباه، وبعدين ديك الساعة تنفذ. أستاذ ابتسام، بدنا نعرف كيف ساهمت دولة الإمارات والأمن والأمان في الإمارات يساعدوا الأستاذ ابتسام لتوصل للي وصلت فيه اليوم من نجاح وتطور. طبعا كل الدعم حصلته من الحكومة، من الإدارات، من السبورت، كان موجود الدعم، موجود في كل مكان، ما في شيء يوقفك، ما في من أفضل الأماكن اللي أنت ممكن تلاقي فيها إن سهولة المعاملات وسهولة تنفيذ أحلامك ولا تطبيق الأشياء اللي أنت تتمنى وتطمح لها. أخيراً أستاذ ابتسام، بدنا نخبر المشاهدين كيف ممكن يوصلوا ويتواصلوا مع باخمري بايتس. باخمري بايتس نحن في عجمان، شارع الشيخ عمار، المويهات 2. أرقام التواصل موجودة، وفي السوشيال ميديا عندنا كل الحسابات في السوشيال ميديا موجودين، وحياكم الله. أهلا وسهلا فيكم. شكرا جزيلا أستاذ ابتسام لحضورك الجميل معنا اليوم. شكرا لك، وشكرا لقناة ABC. إلى هنا أعزائي المشاهدين، نختتم حلقتنا لهذا الأسبوع. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC الخليجية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وفي أمان الله.